طيب احنا هنشتغل دلوقتي بالماسكات، هنعمل نفس التطبيقات الاكسل دي على ما انا ماسكات، ونشوف ازاي نعرف الايه الماتريسيز المختلفه. فاول حاجه بس نتعرف على البرنامج. هو برنامج عباره من اسمه ماث كات، ماثماتكس كمبيوتر ايد ديزاين. بيبتدي يتعرف فيه مجموعه من الفاريبلز، الفاريبلز يبتدي يتدخل فيها الفاريبل عباره عن ايه، عباره عن صفحه زي صفحه الوورد كده، يعني عن فرق بينه وبين الاكسل انك انت عندك دي صفحه فاضيه تكتب في المكان اللي انت عايزه. شايف كده بدوس بالماوس في كذا مكان وهو بيختار اي حته وبكتب فيها، يعني بص بكتب في اي حته ويعمل زي مساحه كده اكتب فيها. لو عملت بعد كده سيلكت لفوق او لتحت كده يعمل سيلكشن عليها ويبتدي يقول لك المساحه دي اسمها ايه او المناطق دي اسمها ايه، زي ريجن كده. تمام، فرق بينه وبين وورد ان وورد سطور ورا بعضها، ده انت بتكتب في اي مكان، فممكن تخليهم فوق بعض، ممكن تخليهم جنب بعض زي ما انت عايز. هو اقرب ما يكون للسكتش اللي انت بتعمله بايدك، بتحل حاجه بايدك. طيب في عندك نوعيتين من الكتابه، في كتابه تكست حاجه زي كده، انا هكتب مثلا ايه، مثلا ماي نيم از مثلا خالد، ده عباره عن تكست يعني ملهاش اي علاقه بالماثماتكس. ماشي، انا هكبر بس شويه زوم بتاعي تبقى باينه. تمام، فهقول مثلا ايه، مثلا this is a course of math cat، فدي عبارة عن region. region دي عبارة عن text احطها في المكان اللي انا عايزه. مقدرش طبعا اجمع ديت على دي، يعني مش logic طبعا، دي مش mathematics. ده بستعمله في ايه؟ عشان اوضح مثلا انا بعمل ايه. دايما يعني اتعودنا بتشتغل على حاجات الكمبيوتر، دايما اكتب نوتس كتيره على قدر الامكان، اكتب نوتس ما تخليش حاجه في ذهنك، لانك انت تاني يوم هتنسى، كمان اسبوع هتنسى خالص، كمان سنه مش هتفتكر اصلا مكان الملف فين. فدايما اكتب دايما. طب انا هسيلكت عليهم كده بالماوس وابتدي امسح. تمام، وابتدي اعمل بقى نوع اخر اللي هي ايه، الايكويشنز. فهبتدي اعرف فاريبل، اول حاجه ابتدي اعرفها فاريبل. تمام، وهنقول مثلا فاريبل، مثلا هقول ان W، هدوس هنا حرف W. تمام، خد بالك ان في خط ازرق كده تحتها. تمام، وهقول له هنا بيساوي، يعني دوست على ايه، دوست على شيفت ونقطتين فوق بعض، شيفت نقطتين فوق بعض. تمام، انا ممكن افتح كيبورد برضو، في برنامج اسمه اون سكرين كيبورد بحيث اقدر ايه اكتب عليه على طول. فانا هعملها من اول وجديد، انا هقول له هنا W. ماشي، وهقول له هنا بتساوي، علامة يساوي دي معناها ان انا هعرف الفاريبل، هدخل القيمة بتاعته. هقول له مثلا هنا W بتساوي مثلا 50، بكتب هنا رقم 50. انا عندي اوبشن ان انا ادخل وحدات بس مش هنعملها دلوقتي. تمام، خلصت خلاص، ادوس انتر. ده هنا الريجن ديت دي عبارة عن ايكويشن مش تكست، خلاص بقت ايكويشن فيها W. متى عرفها القيمه دي؟ عرف ال W بتساوي 50. جوه الماث كات في كذا ديفينيشن للايكويشنز او للايكوال، في منها ديت اول واحده. لو دوست انتر هنا هيجي يديني السطر اللي بعده، وحله هنا هقول له ان هو ال W وهدوس يساوي ديت بتساوي 50، دي معناها بتطلع قيمه ال W قد ايه. تمام كده، فهنا W دخل قيمتها ب 50، هنا W بتساوي كام؟ بتساوي 50 بالظبط كده. طبعا في ميزه ثانيه، انا ممكن اخش هنا واعمل ايه، ايديت ليها، هقول له مثلا بتساوي 30، اتعملت اوتوماتيك. بيقراها ازاي؟ بترتيب السطور من فوق لتحت. تمام كده، طيب ما يقدرش، هو بيمشي من فوق لتحت. هي ميزه وعيب، يعني زي لغه البرمجه. تعالى كده هنقل دي كده، اداني هنا ايرور، بص بقى علامه حمراء لو دوست عليها بيقول لك ايه، this variable is undefined، فهضطر ان انا ارجع دي برضو ايه عشان اديفاين الفاريبل دوت. طيب ده كده اول حاجه احنا اتعلمناها. طيب انا ممكن امسح ديت. ماشي، خد بالك برضو من الخط الازرق ده الافقي، ده ليه حكايه هنعرفها. همسح الكلام دوت خالص، وهقول له برضو W بتساوي، بدل ما اقول له 50 هقول له بتساوي 15 مثلا زائد
30. هل هتقول راح احسبها ولا لا؟ تعال نشوف. هو حسبها اوتوماتيكلي على طول، دي الخطوه الثانيه بتاعتنا، بيقدر يحسب الحاجه اوتوماتيك على طول. طيب بعد ما نحسب ديت، انا هتحرك يمين شويه كده، خد بالك ان في خط ازرق، معناه ان هو بيبتدي يفهم الريجنز او المناطق الداخليه دي، ده كده حاجه وده كده حاجه تانية. تمام، لو انا دوست بقى سبيس هنا كده، دي بقى كأنها حاجة واحدة. هقول له مثلا دي مضروبة في 5، تمام كده. فمعناها برضو لو انا دوست لو انا رجعت كده، ده كده ايه الريجن الاولانية 15، التانية 30. طبعا هو عملها اوتوماتيك. ايه ده، ممكن تعملها على فكرة، بس هو عملها اوتوماتيك. ما انا يعني شايف ده ليه تطبيقات وده ليه تطبيقات تانية. ما تلاقي برنامج برامج قوية جدا، بس هو هنا في ميزة زي ما انت شايف كده، طريقة الكتابة مرنة قوي، في وحدات ابسط بكتير من ماتلاب. يعني في تطبيقات في ماتلاب ماسكات ما يعرفش يعملها، فهو يعني ممكن تقول ليه الاريا بتاعته او ليه المنطقة بتاعته اللي تعرف تطبق فيها. طيب احنا كده خلصنا الجزئية ديت. ممكن برضو لو انا رجعت تاني كده اهو، لو دوست على السبيس، بيديك انت عايز تسلكت على ايه. يعني 5 دي ممكن تاخد سلكت على 5 بس، او الخمسة مع 15 زائد 30، او كل الاكويشن. طب فرضنا انا هقول له مثلا الخمسة مع 15 على 30، وهقول له على مثلا ايه 23. هسيبك كده اليوم ونزلها تحت شوية، فبقت شكلها بالمنظر ده. طيب تعال نجرب حاجة تانية. أنا برضو هتحرك يمين شوية، شايف الكروس عمال يتحرك ازاي، وهقول له إن هو مثلا الواي، وهقول له هنا بتساوي شيفت بتساوي، وهقول له إن هي عبارة عن بتساوي 25 على 5. وهقول له ان هو برضه انتر، هات قيمة الواي بتساوي كام. طب اقول له ان هو ان في عندي حاجة اسمها زد، دي بتساوي دبليو زائد الواي. تمام، وهدوس هنا انتر، وهقول له هنا زد بتساوي كام، جاب لي النتيجة ده. طب احنا كده اتعلمنا ايه بقى؟ اتعلمنا فاريبل واحد بس ازاي ندخل قيمة ليه واحدة، سواء القيمة دي قيمة واحدة بس او جمع وطرح وضرب وقسمة. اتعلمنا ازاي نعمل كذا فاريبل، اتعلمنا ازاي نبتدي نجمع ونطرح فاريبلز دي من بعضها. تمام، انا مش عايز اتقل عليكم اكتر من كده في الجزئية ديت، عشان حاربني عليها بعد كده ازاي نعمل ماتريكس وازاي نعمل اوبريشنز على الماتريكس ديت ازاي. فاحنا هناخدها حبة حبة كده بالراحة، بس ايه الموضوع ما يقفش معانا. طب المطلوب بقى مننا ايه؟